قال رجل بمحضر من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال الرجل: إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع. فقال عليه السلام: ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر. للحكمة دور بارز في حياة الإنسان، باعتبار أن الحكمة تعين الإنسان في رسم معالم الطريق إلى الخير، الخير لنفسه والخير للآخرين. هناك عدة أمور تعين الإنسان في تعامل السليم مع نواحي الحياة، في أن يصحح الإنسان أسلوبه في الحياة، نظرته للأمور، تخطيطه لحياته. من هذه الأمور الحكمة، ولذا نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يعتبر أن من أسباب إرسال الأنبياء، من أهداف النبوة، من مشاريع النبوة، هو تعليم الناس الحكمة. قال عز وجل في الآية 64 بعد 100: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن جزء من ضلال الإنسان هو الابتعاد عن الحكمة، كما أن الابتعاد عن تعاليم الله هو جزء آخر من أسباب ضلال الإنسان. طيب، إذا كان هذا دور الحكمة، نفهم لماذا بادر الحسين عليه السلام لتصحيح تلك الفكرة التي قدمها ذلك الرجل عندما قال: إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع. هذه فكرة لعلها راسخة في أذهان الكثير من الناس، ويعبر عنها بأمثال من قبيل: لا تصنع المعروف في غير أهله، وقولهم: خيرا تعمل شرا تلقى. وبالتالي مثل هذه الأمثال التي تقدم كحكمة في الحياة يراد من خلالها إيصال رسالة، مفاد هذه الرسالة أن عليك أن تكون انتقائيا في صنع المعروف للآخرين، بحيث أنه إذا صنعت المعروف اصنعه في من يقدر هذا المعروف ويشكرك ويختزن في ذاكرته أنك صنعت مثل هذا المعروف له، بحيث يشكر لك ذلك في المستقبل، ولعله يقدم إليك معروفا في المقابل بكلمة أو بإعانة أو بإرشاد أو بغير ذلك. أما الشخص الذي لا يستحق مثل هذا المعروف فامتنع عن مساعدته. هنا بادر عليه السلام وصحح هذه الفكرة. لماذا؟ لأنها تقدم كحكمة في الحياة، من خلالها يتعامل الإنسان مع الآخرين. الحسين عليه السلام قال: لا، ليس كذلك، ولكن الحكمة هنا، الفكرة الصحيحة هنا: ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر. يعني كن كالسحاب. السحاب عندما يسير في الأجواء ثم يمطر، هل يفرق بين الأرض الجدباء والأرض المنتعشة، الأرض التي يتوافر فيها الماء، الأرض التي لا تحتاج إلى الماء؟ أبدا. السحاب يمطر ذلك الوابل دون أن يفرق بين أرض وأرض، بين يابسة ومسطح مائي، السحاب يمطر على كل حال. هكذا كن أنت تصنع المعروف
على كل حال سواء الذي في مقابلك يكون هذا الإنسان الذي صنعت له المعروف يقدر لك هذا المعروف أو لا يقدره، برا كان أو فاجرا. لماذا؟ لأن صنع المعروف يجب أن يكون جزءا من شخصية الإنسان، عملية تلقائية تصدر عن الإنسان وليست عملية مصطنعة، لأن هذا جزء من إكمال وإتمام مكارم الأخلاق، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق صنع المعروف، ولكن تمامية ذلك أن تصنع المعروف للبر والفاجر. وهكذا كان أهل البيت عليهم السلام، الإمام زين العابدين عليه السلام مع ذلك الوالي المخزومي الذي كان يكثر إيذاء زين العابدين عليه السلام، حتى إذا عزل وأوقف في تلك الساحة وكان كل رجل يمر به يبصق في وجهه أو يهين أو يؤذي، جاء زين العابدين عليه السلام وقال له: هل لك حاجة فأقضيها عنك؟ اطلب ما شئت. وقال له الإمام بكلمات طيبة أنه يتألم أنه يراه في مثل هذا الموقف. هذا الصنع للمعروف، هذا إنسان فاجر، ولكن الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا الموقف يعبر عن تمامية مكارم الأخلاق عند أهل البيت عليهم السلام، وهو ما انعكس في سيرتهم حتى مع أعدائهم في مواقف عديدة. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في الأخلاق التي يتعامل بها مع الآخرين وفي القيم التي تحكم حياته، فلا يكون انتقائيا بحيث تكون أخلاقه وقيمه حاضرة حين يتعامل مع البعض وتغيب حين يتعامل مع آخرين. ومع هذه القيم الأخلاقية ومن هذه القيم الأخلاقية صنع المعروف. كن، يقول الإمام الحسين عليه السلام، كن كالشمس حين تشرق على الجميع ولا تفرق، كن كالمطر حيث لا يفرق بين أحد وأحد، حتى تندفع الأخلاقية والخير من نفسك للناس كافة، ليكن الخير نبعا في قلبك دون أن تتقيد بحسابات الربح والخسارة. وهذه قمة الإنسانية التي يؤكدها الإسلام في تربية الإنسان.